يا مساء الخير عليكم، حلقة جديدة ويوم جديد وفقرات متنوعة كتيرة جدا معانا النهاردة. بس قبل ما نبدأ خلينا نرحب بنوران ونورة. ازيك يا اختي؟ ازيك يا اختي؟ الحمد لله الحمد لله كويس الحمد لله. شايفة؟ بص ما يعني شايفه العسل؟ لا ده انا لسه هقول شايف العسلات وهقول شايفه ايه؟ شايف الحلويات؟ طلبناك. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ الحمد لله والله. ازيك يا نوران؟ عامله ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله الحمد لله. طيب احنا النهارده معانا فقرات طبعا زي ما احنا معودينكم كل اثنين مختلفه ومتميزه. هنبدا معاكم كده من الاخر للاول، طبعا الفقره المعتاده الاسبوعيه مع المستشار احمد فوزي حجازي في الفقره القانونيه، وهيكلمنا عن الاقرار الضريبي. خليكم معانا لاخر الحلقه. حلو جدا. اما في الفقره اللي قبلها فيكون معانا ضيف مميز، ويمكن عمل مبادره اسمها هاف ا دريم، وكمان كان ليه تكريم مميز جدا في منتدى شباب العالم من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هيكون منورنا ان شاء الله في الفقره اللي قبل الاخيره، وهنعرف منه كمان تفاصيل مبادرته اكتر. وفي الفقره اللي قبل الاخيره خلوني هم بقى اقول الخبر اللي انا مش عايز اقوله عشان كل الرجاله تزعل مني، ولكن معانا اليوم دراسه غريبه نوعا ما. الدراسه غريبه نوعا ما بتقول قال ايه يا سيدي انت، وهو ان الرجاله بتتقلب مزاجيا اكتر من الستات. بس فهنشوف بقى ازاي الرجاله بتتقلب ازاي الرجاله متقلبه مزاجيا، بتتغير جدا اكتر من الستات، رغم ان احنا طبعا عارفين ان الستات هي اللي بتتغير من مودها طول الوقت. لا مش متعملش يعني، مش فكره اكيده. طيب لسه هنشوف الدراسه بتقول ايه. انتوا عارفين انا والله ماسكين الكهربيك معاهم الكتريك. طيب حلو قوي. اما دلوقتي فاحنا هنتكلم عن يمكن بنت مصريه شابه اسمها ريم قاسم، قررت ان هي تعمل حاجه مختلفه جدا واوت اوف ذا بوكس، وبرده يعني تماشيا مع ظروف اللي بقى لنا دلوقتي داخلين على ثالث سنه عايشينها، وهي ظروف الكورونا. ويمكن بسبب جائحه كورونا اللي اجتاحت العالم كله، كل الانشطه الثقافيه والرياضيه وكل الحاجات اللي احنا متعودين ان احنا دايما نحضرها بشكل واقعي بشكل حقيقي اختلفت، والحياه كلها اتجهت ناحيه الاونلاين. فهي قررت ان هي تعمل ابلكيشن او تطبيق على الانترنت ان هي تجمع كل الفعاليات الثقافيه والفنيه من خلال ابلكيشن لطيف قوي اسمه بسيطه لايف. ومعنى الفنانين مش ان هم ممثلين او مغنيين بس، معنى شامل منهم المغنيين، فنانين طبعا، موسيقيين، حاجات ليها علاقه بصانعي الافلام والرسوم المتحركه، واي حاجه ليها علاقه او بتندرج تحت اسم الفن. الحقيقه الناس فعلا بدات تتفاعل معاها من الممثلين والحابين يعرضوا فنهم، وطبعا الجمهور بشكل تلقائي بدا يتفاعل معاها، لان كل الحاجات اللي احنا اتحرمنا من ان احنا نروح نحضرها بنفسنا بقينا نعوضها من خلال طبعا التطبيقات واللايف والاونلاين. صح، يمكن الابلكيشن ده هو يعتبر الاول من نوعه كده، ما حدش فكر ان هو يعمل الفكره دي قبل كده، وخصوصا انه زي ما نوران قالت ان هو حاجه بالمجان، يعني انه الفنانين او اي حد عنده حاجه حابب ان هو يعرضها او يقدمها بتكون متاحه قدامه من غير مقابل مادي، والعكس كمان انه الجمهور يقدر ان هو يتفرج على كل الاعمال اللي موجوده على الابلكيشن ده برضو بدون اي مقابل مادي. يمكن ريم قاسم صاحبه الفكره هي مبرمجه لفنون الاداء في المجمع الثقافي بدايره السياحه والثقافه بابو ظبي، وكمان بتحضر رساله الدكتوراه في جامعه غرب اسكتلندا عن دور الثقافه في مكافحه العنف والتطور والتطرف، وتعتبر كمان اول امراه عربيه بتتطرق للموضوع ده في البحث العلمي. بالظبط. وكمان يعني احنا كلنا شفنا وقت كورونا في الاوقات الاولانيه لكورونا كان في فنانين كتير، يعني منهم حمزه نمره، منهم مصطفى حجاج، منهم تامر عاشور. الفنانين دول كلهم عملوا لايفات لحفلات، يعني عملوا حفلات بالفرق بتاعتهم او مثلا حفلات اللي هي بتسمى باللوب ستيشن، عشان يجمعوا الناس في اللايف، وعشان كمان الناس كلها كانت عندها نوع من الكبت والزهق في جوه البيوت. فطبعا فكره ريم فكره جميله جدا ان هي بتخلي الناس. بس اللي انا عاتب على ريم ايه بقى؟ ما خدتكش معاها. لا الموضوع لا ان الموضوع ببلاش، فاحنا عايزين ندعمها. احنا نسالها بقى يعني الموضوع ايه كده يعني؟ لا انا افتكرت مقصده خير، بقول ندعمهم، فلقيته بيقول نخليها بفلوس. انت عارفه حضرتك داخل في اي بزنس؟ صح. طيب عشان نعرف تفاصيل اكتر عن الابلكيشن ده وعن المنصه معانا ريم قاسم على التليفون. يا ريم ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيكم انتوا؟ الحمد لله، انت منورانا.
الله يخليكم، نوركم، انتوا اللي منورين الكرة. ربنا يخليك يا ريم. طيب فكرة بسيطة لايف ابلكيشن او منصة على الانترنت بتجمعي فيها كل الفنانين بكل الانواع والاشكال المختلفة للفن بشكل مجاني، مش محتاجة ان هما يبقى فيه ضرائب او مبالغ معينة يدفعوها عشان يشتركوا من خلال المنصة دي. الفكرة دي جات لك ازاي ومن امتى بدأتي في تنفيذها؟ والله انا من زمان جدا وانا مهتميه بازاي القطاع الثقافي يبقى عنده اداه تخليه مستدام ماليا، لان دايما بنشوف انه دايما القطاع الثقافي اقل حظا من التمويل. لما بيحصل اي ازمه اقتصاديه او القطاع بيحصل فيه يعني استقطاعات ماليه هو القطاع الثقافي. فانا من زمان جدا وانا مهتميه ازاي القطاع الثقافي يبقى مستقل ماديا ويعرف يولد دخل يخلي الفنانين يعتمدوا على نفسهم. لما جت الجائحه واضطرينا نقفل المسارح والفنانين ما بقاش عندهم مصدر الدخل اللي كان عندهم قبل الجائحه، فكرت وشفت الناس كلها بتشارك المحتوى الفني والثقافي بتاعها اونلاين مجاني، فكرت انه اعمل مسرح افتراضي يساعد الفنانين دول على ان يبقى عندهم مصدر دخل في الاوقات اللي مش قادرين يعرضوا فيها بشكل حي في المسارح. وبعد حتى الكورونا يقدروا يوصلوا بالمنصه دي او بالمسرح الافتراضي لجمهور اوسع خارج البلد، او الجمهور اللي هو مش قادر يكون موجود في المنطقه في المكان بتاع العرض في اليوم ده، او الناس اللي عندها انشغالات، او حتى العائلات اللي دخلها تاثر من الجائحه ومش قادرين يشتروا عدد تذاكر معين يقدر يتفرج، يلم الاولاد كلهم في البيت ويتفرجوا على العرض مع بعض. حلو. فبدات العمل على المنصه على طول في ابريل 2020 مع اثنين شركاء ليا، عدنان جبي وادي حصوه. احنا الثلاثه بنشتغل مع بعض هنا في الامارات واصدقاء، وبدانا نشتغل على المنصه على طول في ابريل 2020. حلو. بس حلو قوي. طب قولي لنا يا ريم، لحد دلوقتي كام فنان اشترك على المنصه دي، وازاي كمان بتتم عمليه الاشتراك؟ يعني دلوقتي لو انا عايزه اعمل عرض مسرحي، عايزه اعمل حفله غنائيه، ايه الخطوات اللي ممكن اعملها علشان ابقى متاحه على الابلكيشن او المنصه دي؟ اولا احنا عندنا عدد يعني لا يقل عن تقريبا حوالي 1000 فنان ومسرح او مؤسسه ثقافيه مشاركين على المنصه من مختلف البلاد، بلاد عربية وبلاد أوروبية. المنصة بتسمح بثلاث أشكال من الاشتراك، شكل كأن لو حضرتك دخلت تعملي حساب كجمهور أو حساب فنان أو حساب مسرح أو مؤسسة. حلو. والتقنيات اللي بيحصل عليها كل مشترك مختلف طبعا. الجمهور بهدف إنه داخل يتفرج على عرض، فما بيبقاش عنده اكسس للتقنيات اللي بيحصل عليها الفنان او المسرح. هو بيخش على المنصه بيعمل حساب وبيبقى عنده مكان يقدر ينشئ فيه الفعاليات زي تقريبا الفيسبوك او اي منصه تواصل اجتماعي اخرى. بيعمل الفعاليه واحنا بنسمح له ان هو يا اما يعمل الفعاليه حيه، يعني لو بيشتغل حيا في الوقت الفعلي باستخدام التكنولوجيا اللي احنا طورناها، او مسجله تكون محتوى متسجل. حلو حلو. طيب ريم، كنت عايز اسالك سؤال، ازاي عرفتي الناس او قدرتي ان انت تقولي للفنانين يشتركوا معايا ووثقوا في المنصه؟ يعني ممكن حد يكون مثلا مش واثق لسه، المنصه معموله جديد فمش عارف هو الموضوع ماهيته ماشيه ازاي، هيبقى الموضوع عامل ازاي لما هعمل حفله اونلاين او امثل اونلاين او ان انا اعمل عرض اونلاين. والله احنا عملنا برزنتيشنز كتيره جدا، بدأنا نكلم الفنانين شخصيا ونعمل لهم جلسات تعريفية بنوريهم ازاي المنصة بتتم استخدامها، يعني بنوريهم دامو بنعمل لهم حدث حي ونوريهم ازاي بتعمل بالضبط. وبعدين بالوقت بدأت الناس تستخدم وتقول لبعض، ومؤخرا عرضنا المنصة في الملتقى بتاع اليونسكو كإحدى المشاريع اللي هي زي البست براكتسز اللي بتوفر شفافية المعلومات، لأن احنا كمان بنعمل احصائيات لا توفرها المنصات الاخرى بتخلي الفنان يقدر يعرف بالضبط الجمهور اللي جاي له منين وكل التفاصيل بتاعت الجمهور عشان يعرف يعمل تخطيط استراتيجي دقيق للفعاليات بتاعته المستقبليه. يعني انت فقدمنا المشروع
اتفضلي. قدمنا المشروع في الملتقى بتاع اليونسكو، وطبعا ناس يعني كثيره سمعت عنه وبدات الفنانين تستخدمه. يعني انت كل حاجه يا ريم بتعمليها على المنصه بتبقى ليها احصائيات ودراسه محدده عشان تقدري تعرفي ذوق الجمهور العام بيتجه ناحيه ايه، وايه اللي انت تقدري تقدميه كمان للفنانين من خلال المنصه دي، صحيح؟ مظبوط مظبوط. احنا كمان التقنيات بتاعت المنصه طورناها من خلال البحث. يعني في ابريل بدانا، مايو المنصه كانت لايف، وبدانا بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا نعمل انترفيوز مع الفنانين، نسالهم ايه الفيتشرز اللي هم محتاجينها علشان يحطوا المحتوى بتاعهم بالشكل اللي يناسبهم. يعني على سبيل المثال صانعي الافلام قالوا لنا انه محتاجين يكون عندنا فيتشر الجيو بلوكينج، علشان لو ما عندناش حقوق النشر لكل بلاد العالم نقدر نقفل البث على بلاد معينه. خاصيه الترجمه، خاصيات كثيره. فاحنا بدانا نسال الفنانين كمان هم محتاجين ايه، فاحنا مطورين التكنولوجيا ليهم فكان لازم نسمع لهم. طيب ريم، يعني المنصة بتقولي ان هي مجانية، هي فرقت معاكي ازاي من خلال ان انت طبعا بتشركي معاكي او معاكي شركة في تأسيس المنصة دي زي ما انت قلتي، وفي نفس الوقت الموضوع مجاني للجمهور وكمان للفنانين، ايه العائد او ايه الاستفادة غير ان انت بتحاولي تحافظي على الانشطة الثقافية بشكل كبير؟ ايه العائد التاني اللي بيجيلك او الفايدة اللي بيجيلك من خلال المنصة دي، خصوصا ان انت بتبذلي مجهود من غير اي مقابل مادي؟ هي المنصة مجانية، هي نص مجانية، هي مجانية للفنان، يعني الفنان بيستخدمها من غير ما يدفع رسم اشتراك او اي رسوم اخرى. انما الجمهور لما بيخش يتفرج على الفعالية فهو بيقطع تذكرة كأنه رايح المسرح بالظبط. واحنا عملنا الخاصية دي مخصوص علشان نحافظ على الدخل بتاع الفنان والقطاع الثقافي. يعني هو الهدف من المنصة انه الفنان او المسرح يبقى عنده وسيلة يدر بها الدخل ذاتيا من غير الاعتماد على التمويلات ولا الخارجية ولا الداخلية. فاحنا المنصة بتغطي تكاليفها من برسنتج من التذاكر. ايوه حلو. طيب ريم، قول لنا ايه اكتر حاجه عليها اقبال لحد دلوقتي؟ هل مثلا الحفلات الاونلاين، الافلام، مسرحيات، يعني ايه اكتر حاجه الناس بتقبل ان هي تشوفها واكتر حاجه الفنانين كمان بيقدموها؟ هي اكتر حاجه الناس بتقبل عليها هي المسرح، ثم الافلام، ثم الموسيقى. وبالتالي برضو اكتر حاجه الناس بتقدمها هي المسرح، ثم الافلام، ثم الموسيقى. بس حاليا بقى عندنا حفلات موسيقيه اكتر، لانه بدانا نعمل شراكات مع مسارح من مختلف البلدان العربيه. عندنا حاليا شراكه مع مؤسسه دروسس بتساعدنا ان احنا نعمل بناء القدرات للمسارح، فبنروح المسارح ونعلمهم ازاي يعملوا بث حي باستخدام احدث جهاز للبث الحي، وبعد كده بنهدي ليهم الجهاز ده عشان يستخدموه في بس فعاليات. فعملنا شراكة مع مسرح في مصر، ممكن أقول اسم المسرح ولا؟ اتفضلي. مع سقيت عبد المنعم الصاوي. حلو. وبنحاول كمان نعمل شراكة مع مسارح أخرى. حلو جدا. وعملنا شراكة كمان مع دار الأوبرا في تونس، وبدأت الحفلات تزيد عن عروض المسرح. أكيد. ريم يعني نورتينا جدا، وبالتوفيق ليك إن شاء الله، وفكرتك كده تفضل في نجاح وتزايد مستمر. نورتينا جدا وبشكرك. طبعا فكرة حلوة جدا، فكرة الثقافة والفن بشكل عام إن هو يبقى موجود في حياتنا بشكل كبير. طيب فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا. رجعنا لكم، لسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. ودلوقتي بقى جه ميعادنا معاكم ان احنا نتكلم عن دراسه علميه حديثه بتقول انه اكتشفوا ان الرجاله عندهم تقلبات مزاجيه اكتر بكتير من الستات، في حين انه الست لما بيكون عندها ظروف كتيره جدا مختلفه وضغوطات وفعلا مزاجها بيتغير بتهاجم بشكل كبير جدا، على عكس الراجل اللي دايما بيلتمسوا له العذر ويقولوا معلش اصل هو مضغوط من الحياه، اصله راجع من الشغل تعبان، وهكذا. يعني من المبررات الكتير اللي
بنشوفها حوالينا من المجتمع. فهنا السؤال بقى فعلا، هل الرجاله هي اللي عندها تقلبات مزاجيه اكتر بكتير من الستات ولا لا؟ هنستنى مداخلاتكم وتقولوا لنا رايكم في الموضوع ده. مش خلاص انت قفلتيها ضبه مفتاح وقلتي دراسه علميه؟ اه هي دراسه علميه. عشان محدش من الرجاله يتكلم، دراسه علميه قال يعني ما هو العلم ساعات بيعمل حاجات غلط. لا مش غلط، لا طبعا ساعات، لا ساعات بتجلم العلم، لا ساعات بتجلم العلم. واحد زائد واحد بيساوي كام؟ بيساوي واحد. ده بره العلم، ده بره المنهج خالص حضرتك. لا يعني قبل ما نقول راينا اكيد هنكمل الدراسه عشان ناكد على كلامنا. الدراسه دي يا جماعه قالوا انه مش بس مشاعر الرجاله متقلبه اكتر من الستات، ولكن مشاعرهم كمان الايجابيه بتتقلب بسرعه. يعني ممكن الراجل يبقى قاعد مبسوط وبيضحك وبيهزر ومره واحده قلب تلاقي الوش الجبس طلع ليه، الله اعلم مش عارفين ايه السبب. يعني الدراسه دي اتعملت على 142 ست وراجل لمده شهرين، والزموهم فيها ان هم يجاوبوا على استبيان يومي خاص بمشاعرهم على مدار اليوم وايه اللي بيحسوا بيه او حالتهم المزاجيه وردود افعالهم خلال اليوم. وفي نهاية الدراسة لقوا انه الرجالة مودهم بيتغير بسرعة اكتر بكتير جدا، وخلي بالكم من كتير جدا دي اكتر من الستات. خلاص خلصت الفقرة، نخش في الفقرة اللي بعدها عشان دي الدراسة. طب انا عايز اقول لكم على حاجة، ما كنا قاعدين قبل الحلقة يعني بنتكلم، فانا كنت بقول كنا بنتكلم عن كل واحد يعني امتى موده بيقلب ومين اكتر حد فينا موده بيقلب، فانا قلت لهم لا خطيب موده ما بيقلبش خالص، هو باعترافه بلسانه قال لا انا اكتر واحد مودي بيتغير، انت اكتر واحد بتقول كده على نفسك. دي حقيقة. طب انت معترض ليه مع الدراسة؟ ما هي منطبقة عليك. انا ما بحبش التعميم. ماشي احنا بنقول الاغلب. اغلب. لا لا ان كان كده خلاص يبقى الدراسه معاك حاجه. اغلب دي لا ونتكلم بقى في الدراسه. لا أو عارف او تقريبا كده لازم تحط حاجه لا لا تقول انا ما قلتش كل الناس. لا بس اقول لك على حاجه، هو انا بحس ان مثلا الموضوع بتاع التقلب المزاجي عند البشر ده سواء كان راجل او ست ممكن موجود فعلا في الست وموجود في الراجل، لكن في ناس فعلا بجد هي طول عمرها مودها متقلب، يعني طول عمر يعني مش وقت معين مثلا في الشهر او مش وقت معين في الاسبوع او مش وقت معين في اليوم، فاهم ازاي؟ لا ده هو طول الوقت كراجل وست طول الوقت عامل كده. ايوه صح دي حقيقه. وعايزه اقول لك على حاجه، انه نكهه دي حاجه وكشري حاجه، وان هو يبقى بيتقلب ان انت قاعد احنا اهو بنهزر وبنضحك ومره واحده. ايوه ما هم بقى بيقولوا على ده تقلب، يعني هو بيقولوا عن النكد وبيقولوا على الحاجات دي ان ده تقلب. يعني أيوة مالك؟ ايوه طبيعي يعني لو انت مالي ما انا قاعد ساكت اهو. طب خلونا نعرف راي احمد، هو راجل وهيقول لنا رايه. ازيك يا احمد؟ اكيد مش هيقول ان هو متقلب. يا احمد مع حضرتك يا فندم. ازيك؟ طب يا احمد شكلك متقلب وهتقلب في السكه في الشن. يا احمد سمعنا كويس؟ مع حضرتك يا فندم. طيب قول لي، هل الرجاله مودها بيتغير اكتر من الستات فعلا ولا العكس؟ لا طبعا طبعا طبعا. ايه التقلبات المزاجيه عند الرجال حاجه معتاده، ممكن خلال ممكن طول اليوم 24 ساعه في تقلبات مزاجيه عادي جدا. ده عند الراجل اكتر من الستات؟ ده شيء اكيد اكتر بكتير. ايه ده حياه كبيره والله. تاني واحد ها ابو حميد وبعدين ابو حميد. ده شيء اكيد اكتر بكتير جدا. التقلبات المزاجيه عند الرجاله دي حاجه ممكن التقلبات المزاجيه تحصل وهو حتى لو قاعد في وسط مؤتمر. طب ليه طالع علينا احنا اشاعه انه الستات هي اللي مودها بيتقلب وهي اللي بتبقى مثلا تبقى قاعده بتتفرج على حاجه فمره واحده تعيط بعدها تضحك؟ يعني ليه طالع علينا احنا الاشاعه دي اكتر من الرجاله مع ان الرجاله مش بيطلع عليهم الكلام ده؟ لا الرجاله اصل الرجاله يعني بيبقى الموضوع شيء معقد بالنسبه له شويه. او الرجاله هي اللي بتطلع الكلام. لا الرجاله بتبقى الموضوع بالنسبه له موضوع معقد. بمعنى ايه معقد؟ معقد اللي هو صعب، صعب ان هو يطلع من اللي هو فيه. طب صعب. ابو حميد، ابو حميد انت شايف ايه سبب التقلب ده عند الراجل؟ يعني انت بتقول في اليوم المزاج بيتقلب كده كتير، ايه انت شايف ايه السبب لده؟ لان الراجل بيمر بحاجات يعني الستات مش بيمروا بيها. لا ليه؟ طيب ما الستات بتمر بحمل، مثلا جوزها بيبقى ناكد عليها، الولاد الشغل. في البيت شغلها مثلا بيبقى مش عارفه توفق بين شغلها وبيتها، ممكن يبقى في مشاكل بينها وبين حماتها او عيله جوزها، يعني في برضو اسباب كتير ممكن تخلي الست ان هي مودها او مزاجها يتغير. طبيعي طبيعي ان الست في مشاكل كتير جدا ومسؤوليات الست تؤدي الى تقلبات مزاجيه، وانما مسؤوليه الراجل
اكتر من الست بكتير. مسؤولية الراجل مهما كان مسؤوليته اكبر. اذا كانت الست مشكلتها الحمل او مشكلتها اي مشاكل منزلية مشاكل عائلية فاساس الراجل الراجل بيكون انت واقعي جدا يا احمد أكبر. يعني بيقولك الست سبب مدهن وبتغير الراجل. انت مش عارفه ده قصده بجد ولا هو خلينا نقول ان ده قصده. احمد انا شاكك ان انت بتاكل دلوقتي واحنا بنعمل فاتح غير مناسب. والله انا شاكك شاكك. انا سامع بقك عمال انت في حاجه بتاكلها وانا عايز اكل معاك. شكرا شكرا يا احمد جدا نورتنا. والله بيقول كلام لو يعني الكلام اللي انا فهمته صح من احمد انه ممكن تكون سبب كبير جدا من تقلب مزاج الستات بيبقى الراجل في الاول وفي الاخر. يعني راجل لو نكدي ومكشر في وش مراته هي غصب عنها مودها هيتغير. لو هي جايه مبسوطه وفرحانه وبتضحك له ولقيته مكشر في وشها هتعمل ايه يعني؟ حتى لو حاولت معاه صعب. طبعا. لا هي الفكره انه مثلا لما تلاقي الرجاله بيتفرجوا على ماتش وفي الفريق اللي هم بيشجعوه خسر يا نهار سواد بقى ويقول لك ابعد عنه ده متنكد قوي دلوقتي ده متضايق قوي دلوقتي ده مش طايقك وتلاقيه بقى متعصب وبتاع واحنا بنتقبل الموضوع عادي ومش شايفين انه ده حاجه اوفر او وهو حاجه يبقى شايف ان هي حاجه كبيره جدا جدا. تيجي بقى تلاقي العكس مثلا انه ست قاعده بتتفرج على حاجه فتاثرت وممكن تبقى الحاجه اللي هي مش شرط مسلسل ممكن يبقى في حرب قدامها في التلفزيون واطفال مشردين فتاثرت يقول لك الدراما بتعيط على ايه؟ انت كده عامله دراما طول اليوم كده. ايه؟ انا ذنبي ايه في الدراما اللي انت عاملاها؟ مثلا اللي هو مع ان انا بعيط على حاجه واقعيه اكتر مش على ماتش مثلا ما اتعصبتش عشان خاطر فريق خسر بس وتلاقي هنا بقى انه باصين للست على ان هي بتعمل حاجه مش طبيعيه في حين انه الراجل لو عمل نفس الحاجه بنقعد نبرر له ونطبطب عليه وخلاص معلش. صحيح يعني انت عارفه انا اول مره اخد بالي النهارده انه فعلا دايما الراجل لما موده بيتغير بنوجد له 1000 مبرر ومبرر وبنتعاطف معاه جدا. في حين ان الستات بكل الظروف اللي ممكن تمر بيها الصعبه اللي احنا قلناها دي يقول لك الست نكديه هي الست اصلا مش عارفه انت هي مش عارفه هي نفسها مش عارفه هي عايزه لا 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 واسهل كلمه تتقال دي هرمونات يعني اي حاجه تخص الستات يقول لك هرمونات معلش سيبهم هم بس بيتجننوا كده مع نفسهم ساعات لا برضو احنا لا برضو الحق يقال ايوه والعلم هيقول كلمته برضو في موضوع الهرمونات دي الرجاله برضو عندها هرمونات يا جماعه طبعا البشر كلهم عندهم هرمونات طبيعي ان هي تبقى متقلبه كلنا بنتقلب على حسب بقى اللي بيحصل في حياتنا وممكن كمان فعلا زي كده منوره بتقول الماتش شغال حد يتعصب ممكن اصلا في ناس اصلا ما فيش حاجه شغاله بس حد عدى من قدامه وهو مركز فيها او ماسك الموبايل فتعصب وموده اتغير. اقول لك على حاجه ده ساعات مش شرط ان هو يتعصب او يعبر عن حاجه، مثلا تلاقيه قاعد فاتح لابتوب او ماسك موبايل بيلعب جيم بيعمل اي حاجه فصل شحن اف وبف قاعد وبيخبط وبيتوتر وبيتعصب اللي هو حتى من غير ما يعترض بس احساس ان هو في حاجه عصبته وحاجه قريفته وحاجه ضايقته ولازم تبقى موتره لكل الناس اللي حواليه اللي هم طب أنا بقى ما تقوم تجيب الشاحن وتحطه ايوه موضوع ان انا مثلا انا متوتر او انا عندي مشكله ما تمام ما قلقان او في حاجه غيرت لي مودي اللي حواليا في البيت ذنبهم ايه؟ لا ده لازم لا ده انا عايزه اقول لكم على حاجه تانية كمان انه ممكن لو اتنين متجوزين مثلا وهو الراجل مستني مراته بتلبس او بتعمل اي حاجه وتاخرت عليه ممكن يعمل لها بجد موضوع وقصه على الموضوع ده لكن لو هي مثلا مستنياه وتاخر عليه شويه وقالت له يعني بتعاتبه او بتلومه عادي يعني مش هيتقبل كان الدنيا قامت ازاي انت تقولي لي كده مع ان هو بيقبل على عليها كده لا مش على نفسه كده مفيش رجاله كتير بتتاخر في اللبس يا ست انا بديك مثل لا في رجاله على فكره لا انا اعرف ناس صحابي والله يعني هي تبقى قاعده وجاهزه ومخلصه وجوزها لسه بياخد شاور عشان هو بيطول لا لا مثلا لا 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 في الشاور او مثلا اتاخر في بلاي ستيشن مثلا كان قاعد بيلعب دور بلاي ستيشن قبل مثلا ما يقوم يلبس فقال انت بتطولي وبتاع فانا مستنيكي فهي خلصت كل حاجه وفجاه هو ما خلصش مثلا لا يعني وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه تانية الست مثلا لو متضايقه او متوتره هتلاقي عيني قاعده كان كده مع نفسها ممكن تعيط لها شويه تتضايق شويه لا مش كله مش كله الاحلام بقى الورديه اللي انت عامله عليها دي مش كله اسمع بس الراجل بقى لو متوتر او متعصب انت عارف انه حتى لو ما اتكلمش يعني ما عبرش عن مشاعره اللي حواليه هتلاقيه ماشي في البيت بجد بيرزع بيخبط بيفتح باب التلاجة ويرزع الاسد فك اللي هو في دوشه وما تقدرش يعني ما ينفعش تقول له انت بترزع باب التلاجة ليه أيوه. ما ينفعش تقول له انت رزعت على مع انه بيتضايق لما ترزعي باب العربية مثلا لا هو يرزع عادي انما انت ترزعي لا طبعا مش يعني مش تلاجة ايه مش عارف ادافع مش عارف ادافع عن ايه مش عارف قولوا لي طيب ايه اكتر حاجة بتغير مودكم انا اكتر حاجه خلينا نبدا بنور لا. 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 لا قولي والله انا اي حاجه بتغير
نور الهوا اللي بتتنفسه من الهوا. يعني ممكن دلوقتي انا قاعده بهزر وبضحك معاك وطلعنا فاصل خلاص انا اتنكدت. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا في اوقات بيبقى في اسباب، يعني ساعات مثلا افتكر حاجه تضايقني. طب وليه؟ طب ما تفتكر حاجه تبسطك. غصب عني على فكره، ما بيبقاش بارادتي يعني. ماشي. ضايقتني. ساعات مثلا حد زميلك كده معاكي يقوم قايل لك كلمه وانت داخله الهوا مثلا، الكلمه بيعلق على حاجه فيكي وانت ما لحقتيش تطلعي الطاقه فتتضايقي. ماشي. دي حاجه. ساعات مثلا مره واحده اتعب او اركز مع نفسي، ايه ده هو انا تعبت؟ طب انا تعبت ليه؟ واقعد بقى اسرح انا تعبت ليه وايه السبب؟ طب انا ضغطي عالي ولا واطي؟ ده الاستوديو حر ليه؟ الاستوديو حر ليه؟ افتحوا التكييف. وبعدين انا بالتكييف وفي التلج عشان بتوتر جدا. بس ف ممكن موقف اشوف حاجه مثلا تضايقني، يعني بتحصل حاجات يعني كتير. يعني اي حاجه واقل حاجه بتاثر في مودك. قوي. وانت؟ لا انا ممكن مثلا ابقى منتظر الحاجه اللي انا منتظر نتيجتها، يعني مثلا منتظر الحاجه اللي منتظر نتيجتها. طول بقى وقت الانتظار ده انا مودي بقى عمال يتغير طول الوقت. لكن هل بيعدي عليكم فجاه؟ لا ثانيه واحده، ما فهمناش. هو مش حاجه انا ما فهمتش. بعديها كانت بتعدي. منتظر ايه بقى؟ لا يعني لو عندي حاجه مثلا مستنيها. مستني نتيجه حاجه غير منتظره. غير منتظره. نوره النهارده. نوره النهارده. يعني بس انتوا ما يبقاش مثلا قاعدين فجأة كده، فجأة من غير سبب مودكوا يقلب. واحنا مجانين؟ لا العفو. واحنا مجانين زي نورة لا سمح الله. لا شايفة هو اللي بيبدأ ازاي؟ اوكي. عسل. لا عسل والله يا نورة. لا عسل عسل. طب انت يا نوران؟ انا ايه اللي ممكن يقلب مودي؟ انا ممكن لو حد اتكلم معايا بطريقه مستفزه قوي ممكن يقلب برضه. مش هتقلب مودها، هي في الهدوء الساكن كده تحس ان انت قاعد في المحيط مفيش اي. دي نوران والله قاعده كده بص بجد، وانا بيبان ان انا هادي قوي كده خالص خالص. بص اللي هو انا ما بحسش بكده خالص. ده في زلزال. لا لا وبعدين لا نوران ممكن تروح تقول لها حاجه، تقول لي ليه كبري دماغك وانت بقى تقول لك اعملي لي. اسمع بس، اعملي لي كوبايه حاجه سخنه مثلا. تقول حاجه لو اعملي لك مثلا هات شوكليت اقعدي اشربي وتحسي انها مفعله بالاحلام. سندريلا. قاعدين مع سندريلا. قاعدين مع سندريلا. سندريلا انبوكس. مش قادره اتكلم. لا لا نرجع لموضوعنا تاني. لا نرجع للتقلبات المزاجيه. ما علينا يعني بغض النظر عننا احنا، خلينا نرجع للدراسه ونقول يعني احنا بعدلنا الدراسه للامريكان قوي. طب اقول لك على حاجه لسه حاصله النهارده. انا جايه مع نوران في الطريق فقاعده بحكي لها على مشكله بقى وانا متضايقه ومتعصبه وموضوع مأساوي، فقالت لي انا معايا تشيتوز في الشنطه. انا معايا البان عايزه. تشيتوز في الشنطه تاكليه. لا وتلاقي مثلا بتتكلم بقى وهي لابسه النضاره وانت منفعله. ايوه ما هي لابسه النضاره فعلا. طب ما ده دليل ان انا مودي ما بتغيرش يعني بسرعه. رايحه الساحل هي وانت رايح الشغل بس في نفس العربيه. انا بتكلم نور انا عايزه اشغل الدفايه. ركزي معايا دلوقتي. انا محاط. على فكره باجي اتكلم معاكي لما كنا بنتكلم في الموضوع اللي كنت بتحكي لي عليه انت سكتي فجاه. خلاص يعني لو يئست حاسس مش عايزه اقومها يا جماعه، مش عايزه اسخنك. عايزاكي تعقلي كده وتهدي. طيب يمكن احنا كده يعني معرفش انتوا ايه بالفقره بس ما علينا. يعني النتيجه انه بيقولوا ان الرجاله مودها بيتغير، بس انا شايفه انه احنا سواسيه بصراحه حسب الموقف وحسب الشخص وحسب الشخص طبعا وحسب طبعا طبيعته. ممكن موده يتغير حسب يعني الاجواء او الظروف اللي تبقى محيطه بيه. مفيش راجل بيتغير موده اكتر من الستات او العكس صحيح. اطلع لنا فاصل. اطلع لنا فاصل عشان نكمل تقلبات موديه. دلوقتي هنطلع فاصل بعد ما فقرتنا الحمد لله خلصت بسلام الحمد لله رب العالمين، عشان نرجع معانا ضيفنا محمود عبد المجيد اللي اتكرم في منتدى شباب العالم. دايما منتدى شباب العالم كده بتكون فرصة عظيمة ان احنا نتعرف على
الشباب وعلى أفكارهم وعلى كمان مبادراتهم اللي مش بالشرط أو بالضرورة إن هي تكون تأثيرها داخل النطاق المحلي بس، ولكن كمان بيكون بره نطاق الدولة أو المكان اللي هم عايشين فيه. النهاردة ضيفنا اللي منورنا هو كرمه رئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم لتأسيسه مبادرة هاف دريم أو امتلك حلم. النهاردة هو يشرح لنا أكتر تفاصيل المبادرة وإزاي كمان ساعدوا في أعمار لبنان والمجتمعات الأفريقية. منورنا النهاردة في الاستوديو محمود عبد المجيد مؤسس مبادرة هاف دريم. ازيك يا محمود؟ ازيك يا نور؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. منورنا والله يا حوده، ربنا يخليك يا ابو احمد. شياكه واناقه والقميص الابيض، ها يعني انا شايف في موضوع. ما تجيش بعد لبنان. لبنان بعد من لبنان. هو فعلا من لبنان. شوف والله بجد. ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا نور؟ الحمد لله تمام. طيب يمكن مبادره هاف دريم انت اتكرمت بسببها يعني او من خلالها من عن طريق رئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، ويمكن المبادرة دي للناس يعني هي قايمة أكتر على التطوع. كلمنا أكتر عن تفاصيل المبادرة دي وبتشمل إيه؟ طيب بس أنا كنت سافرت برنامج تطوعي مع اليونسكو في الصين سنة 2013، كانت أول مرة في حياتي أسافر وكانت أول تجربة ليا برا مصر، كانت واحدة من أمتع التجارب اللي أنا عشتها في حياتي في التطوع، وكان معنا متطوعين من 15 جنسية. كان مدة البرنامج شهر بنشتغل سوا ان احنا بندرس للاطفال هناك عن التراث الاثري في العالم وازاي نحافظ عليه. طبعا احنا بلد لينا تاريخ كبير، فلما نيجي نتكلم على التراث الاثري في العالم احنا لينا تقول كبير في الحته دي. البرنامج كان يعني فعلا بالنسبه لي كاني في حلم، يعني حاجه جميله جدا جدا. ناس يعني احنا مختلفين تماما في كل حاجه، بس هو روح التطوع بيمسته في ان انت بقى تتعرف على الناس وثقافاته وازاي ان انت تتعايش معاهم في مكان واحد نشتغل سوا. لما رجعت كان عندي حلم وهدف ان انا نفسي اوصل الفكره لناس اكتر هنا ان هم يسافروا في برامج تطوعيه، لان فعلا الموضوع بيدي خبره دوليه كبيره قوي مش موجوده هنا في حياتنا للاسف. حتى احنا البروجرام اللي انا كنت فيه كنا اول مصريين يروحوا وقتها في 2013، رغم ان هو كان ابتدى من 2008. فبعدها اسسنا هاف دريم. الهدف الاساسي ان احنا بننظم برامج تطوعيه وبرامج تبادل ثقافي بره مصر، بندي الفرصه للشباب ان هو يطلع ويسافر ويشوف العالم بشكل مختلف. في نفس الوقت ما بيبقاش سفر عادي، يعني انت مش رايح تقعد في اوتيل او في حاجه خمس نجوم، انت رايح تقعد في مدرسه، ممكن تقعد مع اسره مستضيفه حسب بقى البرنامج اللي بتروحه. الهدف منه ان انت بتشوف البلد بشكل حقيقي، لان انت بتروح تقعد مع اهلها، تاكل اكلهم، تعيش عيشتهم، فبتحس فبتشوف العالم بشكل مختلف غير ما بتسافر سياحه. بتكتسب خبره جديده عليك كتير بقى الخبرات. يعني انا اظن ان الخبره يعني الشهر بره في برنامج زي كده بسنه تعليم في حاجات كتير. طيب محمود، كنت عايز اسالك على موضوع فكره الاعمال التطوعيه عموما. هل مثلا ده حد شجعك عليه، ولا انت من نفسك بدات ان انت عايز تتطوع في سفر زي اللي انت كنت بتقوله، او تطوع نفسك ومحدش مثلا من اللي حواليك مثلا قالك ازاي تتطوع مفيش عائد مادي مثلا؟ طب يعني ليه ما تعملش حاجه لشغل خاص بيك والكلام ده كله؟ انا منارة في الجامعه، انا كنت في تجاره، ففي تجاره انت بيبقى عندك وقت كبير مش لازم مش هتعرف تملاه غير لما يكون عندك حاجه بتعملها. وانا في الجامعه بتذاكر بقى ولا حاجه؟ بتذاكر بس يعني برضو مهما كان عمرك ما هتقعد تذاكر الترم كله يعني. يعني بالظبط. فساعتها بدات اتطوع في حاجات كتيره قوي في مصر، منها صناع الحياه ومنها رساله، واشتغلت في كذا حاجه في الوقت ده. التطوع في مصر الصراحه اداني طول كتير قوي، يعني اعلم يعني خبرات بقى على الارض. ده ميزه التطوع. حتى يعني لما اتخرجت كان معظم المقابلات اللي انت بتعملها رايح تشتغل او حاجه، هو يقعد يسمع منك انت بتدرس ايه والحاجات دي تمام، اول بس ما تخش بقى في الجزء بتاع انت تطوعت ايه وعملت ايه. هو ده الجزء المهم بالنسبه له، لان هو ده الخبره العمليه. انت في الاخر الخبرات اللي انت بتاخدها في حياتك مش تاخدها غير من الشغل على الارض مش من التعليم. انا برضه بيتهيأ لي محمود ان البني ادم اللي عنده الطاقه بتاعت التطوع هو مختلف عن البني ادم العادي اللي ممكن يكون منتظر عائد من اي حاجه ممكن تحصل له، فده برضو بيبقى الناس مستنياه منك، وهو ده اللي برضو ممكن يكون بيديك ده حقيقي. التطوع في الاخر بيتقل شخصيتك جدا وبيعلمك كتير في الحياه، وفي نفس الوقت فعلا
هو بيبان ان هو من غير فلوس، يعني انت مش بتاخد فلوس، بس الخبرات اللي بتاخدها دي يعني اهم من فلوس كتير. انت ممكن يعني انا اظن يعني احنا مثلا لما ابتدينا حتى نعمل برامج تطوعيه بره مصر مش كلها مش كلها مغطاه بالكامل، فبتبقى مثلا انا البروجرام اللي سافرت عليه اول مره ده انا دفعت التيكت والفيزا وهم هناك دفعوا لي الاقامه او كانوا متحملين الاقامه والاكل. انا بالنسبه لي لو يعني بعد ما رجعت اهو اقول لك لو ساعتها قالوا لي حتى ادفع الاقامه لا كنت هدفع الحاجه دي، لان الموضوع هي خبرات وبتعلمك حاجه. الناتج اللي طلعت منه من السفريه كان اكبر. الصور دي فين يا محمود؟ ده كان برنامج عملناه سنة 2017 اسمه سفراء أفريقيا، وده يعني كان جزء من التكريم برضو كان عليه، لأن البرنامج ده احنا سافرنا من القاهرة لجنوب أفريقيا طيران ورجعنا من جنوب أفريقيا للقاهرة بري. كنا بري؟ ثواني بس عشان رحت بس كام يوم ده وكان الطريق كان طويل طيران بري ده يعني انت جاي من جنوب افريقيا رجعنا في 40 يوم كنا نقعد في كل بلد 5 ايام قعدنا على 8 دول. بري ده على رجلكم يعني؟ لا يعني عربيه بالمواصلات العامه على رجلين؟ حتى مش بعربيه بالمواصلات العامه 40 يوم انا فاكرك بتتكلم على شهور. لا شهر و10 ايام. مواصلات عامه ده اللي هو مثلا ممكن تنزل مثلا خلينا نقول الاسكندريه فتاخد مثلا قطر من اسكندريه للقاهره او الجيزه يعني وهكذا. مثلا واحنا جايين من السودان على مصر جينا ازاي؟ في اتوبيس من الخرطوم بيطلع من الخرطوم بيقف في ميدان عابدين في القاهره. يا ابيض ده لوحده اخد له قد ايه؟ ده كان اكتر من 36 ساعه لان الحدود بس لوحدها. طب ايه الفكره يعني يا محمود لما بتعملوا كده؟ ايه الهدف؟ بص احنا انا ابتديت انا سافرت غانا في 2015 كانت اول مره اسافر برنامج تطوعي في افريقيا. احنا طبعا احنا هنا مصر احنا افريقيا بس احنا مش يعني متعودين نقول افريقيا دي على الجزء اللي هو الجنوب. فلما انا قعدت شهر ونص هناك انا قبل ما اسافر طبعا عندي تخوفات وافريقيا دي بالنسبه لي اكيد يعني عندنا ستيريوتايبس في دماغنا بقى اللي هي امراض وحاجات. انا عشت شهر ونص هناك من المتطوعين بندرس الاطفال بجد. اولا احنا قاعدين في قريه تبعد عن العاصمه حوالي 4 ساعات في منتهى الامان والدنيا جميله جدا والخضره والطبيعه والبقى والفن هم بجد جمال جدا بقى في رقصهم وغنائهم. فبدانا حسينا ان احنا عندنا مسؤوليه ان ازاي نخلي الناس تشوف افريقيا بعين مختلفه عن لان احنا انا فاكر البرنامج ده لما نزلناه ناس كتير كانت خايفه تقدم. فبدأنا قلنا فليا صديق محمد مؤمن كان هو أول واحد سافر أفريقيا قبلي كان هو في 2015 سافر أفريقيا بري لوحده لوحده تماما. فهو لما رجعنا قعدنا سوا أنا رجعت من غانا هو رجع من أفريقيا قعدنا هو قال لي لازم ناخد الناس يلفوا أفريقيا على رجليهم ونوري الكلام ده للناس على السوشيال ميديا فيبقى في نقلة في فكرة أفريقيا عند الناس. وفعلا نزلنا البرنامج اعداد قدم فيه حوالي 350 واحد عايزين يسافروا اخترنا 8 8 كانوا 5 ولاد وثلاث بنات وعملنا الرحله وبدانا نوصف بقى كل حاجه. كان في 3 اهداف في كل بلد. يوم تطوعي مع الاطفال لازم نعمل حاجه هناك. يوم انتجريشن كده ننزل نتعرف على الناس في الشوارع ونتكلم معاهم ونعرفهم عن مصر. ويوم نزور فيه الاماكن السياحيه لان احنا عايزين برضو نوري الناس الجمال اللي موجود في افريقيا مش بس تطوع ومش بس تواصل لا في اماكن سياحيه جميله جدا 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 شلالات فيكتوريا في زيمبابوي ماساي مارا اكبر بارك موجوده في افريقيا وفيها يعني السفاري فيها حاجه خياليه تخش بعربيه مكشوفه وسط الاسود والنمور مش عربيه مقفوله لان هو ان هي بارك ما فيش حيوانات بتهجم وطبعا بيديك ارشادات معينه تعمل ايه وما تعملش ايه. فلا افريقيا فيها زنزبار مثلا جزيره من احلى جزر طبعًا. اللي موجوده في افريقيا عدينا على كل ده. بقيت حاسه دلوقتي اكتر مصريين هناك من كتر ما الموضوع انتشر عندنا يعني. زنزبار دلوقتي بقى ترند وهاني مونرز قوي يعني وقت ما رحنا في 2017 الكلام ده او قبل كمان لما مؤمن راح في 2015 الكلام ده ما كانش موجود قوي بس دلوقتي زنزبار الحمد لله بقى ترند واحنا بنفرح جدا بقى لما بنشوف الكلام ده. طب محمود هو معلش اتفضل يا باشا. لا اتفضل يا قمر الموضوع هتقول لك بقى شفت الرجاله اكثر متوترين. وطرتني انا عن نفسي هم طلعوني انا هاديه. اتفضل يا باشا دي شفت خلتني كشيت. دي كانت في غانا الصوره اللي فاتت دي كانت في غانا ودي كانت في اوغندا. طيب قول لي هو انت بيكون في حد مستنيكوا هناك عشان يخليكوا مثلا تتطوعوا مثلا في الاعمال التطوعيه مع الاطفال او المدارس او الحاجات دي كلها؟ احنا كهافا دريم بنبذل مجهود كبير قوي
قبل البرنامج، ان احنا لازم لما بنبدا نتواصل مع جهه محليه هناك بتشتغل على البرامج دي نتواصل معاهم نتاكد ان هم اوفيشال، وبعد كده بنبدا نتواصل معاهم بقى نعرف طب الاقامه والاماكن اللي هنقعد فيها عامله ازاي، ولو احنا وبعدين نبعت للسفاره هنا نتاكد منهم ان كل ده مظبوط، ولو احنا عندنا تشككات احيانا بنبعت حد من المتطوعين او حد او ده اللي بنقول عليه مجرب فيه يروح هو ويبقى بيبقى فاهم طبعا ان هو رايح يشوف ويتاكد ان كل حاجه تمام، بعد كده بنبدا بقى ايه نبعت متطوعين. فاحنا الموضوع فكره الكواليتي عندنا مهمه جدا، لان احنا اولا مسؤوليه طبعا، وثانيا لان 82% من اللي بيسافروا معانا بنات، ودي ثقه كويسه قوي قوي الحمد لله احنا خدناها من الناس اللي بتسافر معانا، لان الاهالي نفسهم يسافروا برضو بناتهم بس بالظبط عايز يطمن يعني الولد في الاخر ممكن ايه بابا انا مسافر جابون يلا حبيبي ربنا معاك، لكن البنت الموضوع اكيد بيبقى يعني وفي اهالي كتير بيبقى جاي هو مش عايز يسفرها اصلا فبيبقى جاي ايه يعني يقعد معاك ينكش كده في الكلام ويقول لك لا طب او عايز اتاكد بس ان كل حاجه تمام. وبرده احنا مش بنقول لهم رسائل تطمينيه وخلاص، لا انا بنقول له الواقع في كذا وكذا وكذا ولازم اللي يروح يخلي باله من كذا وما يعملش كذا، فبيبقى حاسس ان في الاخر في امانه في نقل الحاجه. حلو قوي. طيب محمود انتوا كمان كان ليكوا دور كبير قوي في اعاده اعمار لبنان خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت، كلمني عن دوركم كمبادره عملتوا ايه؟ انا قبل انفجار بيروت كنت حاجز تذكره، الانفجار كان يوم 4 اغسطس، انا كنت حاجز تذكره طيران يوم 3 اغسطس للبنان، وكان مفروض ابقى 4 اغسطس بس فسح في لبنان. قبلها بثلاث ايام عملوا لوك داون وقالوا هيبقى في اغلاق عشان الكورونا، فلغيت سفري. حصل الانفجار حسيت ان يعني بدات اتواصل مع اصدقاء كتير ليه هناك، طب ايه اللي ممكن نعمله، طب ازاي نساعد، كان رايح سياحه بس خلاص يعني ممكن نحول بقى الوجهه، فبدات اتواصل معاهم. طبعا كان في كلام كتير وقتها يخوف على فكره ان الدنيا مش امان ولا خلي بالكم، فاصحابي طمنوني هناك قالوا لي ما فيش حاجه بس يعني لو عايز تيجي تطوع تعال، فحجزت طيران ورحت من غير ما اقول خالص ان انا رايح اتطوع هناك ولا اعمل اي حاجه، وبدات اشتغل عشان كنت برضو قلقان لان في ناس كانت ساعتها قلقانه وناس كتير كانت بتخوفنا. احنا معانا الصوره بتاعتكم في لبنان، يمكن مصر كمان كان ليها دور كبير قوي في اعاده اعمار لبنان خصوصا بعد الازمه دي. ده السفاره المصريه كانت فعلا وفي امدادات كتير كانت بتيجي مواد غذائيه وحاجات كانت بتروح من مصر هنا. احنا بعد ما انا رحت بثلاث ايام وكتبت على الفيسبوك ان انا موجود ومتطوع، لقيت يعني سيل من الرسائل والناس عايزه تتطوع في لبنان، ما كانش في بالنا حتى لان وقتها برضو كان وقت كورونا يعني 8 شهر 8 2020 بدانا في كورونا وقتها يعني بالظبط بدانا نعلن. عايز اقول لك في ثلاث شهور في 50 مصري جم على مراحل وطوعوا هناك ولاد وبنات، طبعا اغلبهم كان برضو بنات، وكانت حاجه جميله جدا جدا والله فعلا. والروح اللي شفناها هناك انا اولا ما تخيلتش انه ممكن نلاقي شباب مصريين جدعان، اولا بيسافروا على حسابهم ما حدش كان بيدفع لهم حاجه، كانوا بجد بيدفعوا كل حاجه يعني اقامه واكل وطيران وعلى حسابهم، واللبنانيين هناك كانوا بجد مش يعني انا فاكر اول يوم نزلت اتطوع انا بنلبس كمامه وبننزل نشتغل في وانا واحد وسط اللبنانيين كلهم، فوانس بس ان انا تتكلم كلمه فالاهل البيت او اصحاب البيت اللي احنا بننظفه او بنساعد فيه يعرفوا ان انت مصري او من اللهجه، يقول لك انت منين؟ بتعمل ايه هنا؟ جايين والله عياط بقى او دموع او فرحه ان هو مش يعني يقول لي مصر دي يعني ام الدنيا ازاي يعني. فهو كان حاجه جميله واحنا عملنا كذا حاجه بعدها بقى، في يوم مثلا كنا بس بنوزع ورود على الناس في البيوت لان فعلا الاثر النفسي وقتها كان صعب جدا. طبعا صوت الانفجار انا ليا اصدقاء كانوا بيقولوا لي ان هم فضلوا اسابيع بيحلموا بكوابيس بسبب بس صوت الانفجار، طبعاً. ان هو واحد من اكبر الانفجارات اللي موجوده في العالم، ان هو يعني في مرفأ بيروت في منطقه سكنيه كبيره فساعتها كان الموضوع فعلا صعب جدا. طبعا. طيب محمود قول لي المبادره بتاعتكم قايمه بس على استهداف المناطق او الاماكن بره مصر ولا كمان بتعملوا انشطه هنا جوه مصر؟ بص احنا كنا لحد فتره كبيره شغالين بره مصر لحد ما بدانا احنا خدنا اعتماد من الاتحاد الاوروبي ان احنا نبعت متطوعين من مصر للاتحاد الاوروبي ونستقبل متطوعين من اوروبا يجوا هنا مصر. حلو. ففي ديسمبر اللي فات كان عندنا 18 برتغالي
كانوا موجودين هنا في مصر لمده شهر. البرنامج كان عن الصحه النفسيه والسلامه النفسيه، وازاي ان هم متطوعين بقى كانوا بينزلوا يشتغلوا مع الاطفال وفي اماكن معينه هنا في القاهره ولاجئين. البرنامج كان تجربة عظيمة جدا، كان فيها يعني 18 برتغالي مع 5 مصريين، والتجربة كانت جميلة. فبدأنا ان احنا خلاص نركز ان احنا برضو يبقى فيه تطوع للأجانب هنا في مصر مع المصريين. فمفروض ان شاء الله في أسوان في مارس الجاي هيكون عندنا برنامجين، برنامج للبرتغاليين برضو 18 برتغالي تانيين هيكونوا موجودين، وبرنامج تاني تبادل ثقافي هيكون فيه 6 جنسيات هيقعدوا لمدة أسبوع هناك. ده الهدف منه التعرف على الثقافة أكتر. ده بيبقى يعني النوع ده من البرامج اللي هو بيبقى مدته قصيرة شوية، فبيبقى زي تبادل ثقافي ما بين البلاد اللي موجودة. حلو جدا. طيب محمود، احكي لنا بقى عن لحظة تكريمك من الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم. والله يعني أنا كنت موجود في المنتدى سنة 2018، كنت بتكلم عن أفريقيا والشغل اللي احنا عملناه في أفريقيا قبل كده. صورتك هي منورة مع الرئيس. ده يعني كان تكريم جميل جدا الصراحة، لأن يعني أنا بعتبر التكريم الصراحة هو مش تكريم ليا ولا الهافا دريم، تكريم للمتطوعين اللي سافروا معانا لبنان، الخمسين واحد اللي بجد تعبوا ودفعوا من جيبهم عشان يسافروا لبرامج زي دي، وللمتطوعين اللي سافروا معانا في أفريقيا اللي هم يعني ممكن بجد يعني عندهم ستيريوتايبس في دماغهم كتير وتخوفات قبل ما يروحوا. بس يعني انا فاكر كويس، انا كنت في زنزبار في معسكر تبع تطوعي يعني هناك في شهر 8 اللي فات، كان في ولد من الشباب معانا كان اسمه مايكل. هو قبل ما يروح هو خايف جدا، يعني هو بيحاول، احنا طبعا عدد كبير 12 واحد او 3 كنا 14 واحد، فهو بيحاول يطمن بوجود الناس. اخر يوم انا فاكر عمري ما هنسى كلامه، ان هو بيقول لي انا قبل السفر ده كنت فعلا خايف جدا وعمري ما كنت هعمل ده، وكنت للحظات بفكر الغي. بس انا دلوقتي حاسس ان انا مبسوط ان انا خدت التجربه دي وان انا رحت برنامج زي ده، لان انا عمري ما كنت هروح افريقيا لوحدي. فدي حاجه بتفرحنا جدا أكيد. ان فكره ان في ناس عايزه تعمل حاجه أكيد. زي دي. اكيد محمود، انت نورتنا جدا وبنشكرك، ومبادره هايله، وان شاء الله كده تكمل وتنتشر اكتر في كل دول العالم. بشكرك جدا، نورتنا. شكرا ليك. شكرا ليك يا محمود. كده خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل. بعد الفاصل هيكون منورنا المستشار احمد فوزي حجازي اللي هيكلمنا عن الاقرار الضريبي. خليكم معانا. ورجعنا لكم دلوقتي، جه ميعادنا مع الفقرة القانونية الأسبوعية مع المستشار أحمد فوزي حجازي، واللي هيكلمنا النهاردة عن الإقرار الضريبي، خصوصا أنه دي الفترة اللي يمكن أو زي ما بيقولوا كده موسم الإقرار الضريبي. كل اللي يكون ملتزم أو عنده إقرار ضريبي لازم يقدمه للسنة اللي قبليها أو السنة اللي فاتت، هيبدأ دلوقتي يعمل الإجراءات القانونية اللازمة للموضوع ده. عشان كده احنا هنتكلم عن ايه هو الاقرار الضريبي، وامتى اقدر اقدمه، ومن الملزم بتقديم الاقرار الضريبي. اهلا بيك يا استاذ احمد، منورنا. ميرسي يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا فندم. استاذ احمد، الضرايب دي حاجه بالنسبه لناس كتيره ممكن تكون معقده جدا، ودايما يقول لك لازم يبقى معاك محاسب قانوني، لازم يكون معاك محامي، يعني ما فيش حد كده منه لنفسه عارف كل حاجه عن الموضوع. تمام. فقول لي الضرايب دي المفروض يعني بنبدا ندفعها امتى، او بنقدم ان احنا ندفعها امتى؟ طيب تمام. شوف مبدئيا هو يفضل يكون معاك محاسب قانوني احسن من محامي في الضرايب، لان الاقرار الضريبي هو عمليه محاسبيه. اللي يقدر يعمل لك الاقرار الضريبي بشكل حرفي جدا المحاسب القانوني. القانوني راجل ليه حته تاني في الضرايب، مش حته تقديم الاقرار. تمام. طيب احنا زي ما حضرتك قلتي هو ده الموسم بتاعنا بتاع تقديم الاقرارات الضريبيه. انت عندك من حقك تقدر تقدم الاقرار الضريبي بتاع سنه 2021 كلها. تبدا تقدمه من يناير 22 لغايه 31 مارس 22. دي الفتره اللي حضرتك كفرد وليس شركه، افراد، نقدم لغايه 31 مارس نقدر نقدم الاقرار الضريبي. يعني نقدر، يعني احنا دلوقتي نعتبر جوه المرحله اللي احنا من حقنا نقدم فيها الاقرار الضريبي. طب ولو انت شركه تقدمه لغايه 30/4. فاذا احنا القانون ادى للافراد العاديين اللي زي انا مثلا بقدم اقرار ضريبي، حضرتك بتقدم اقرار ضريبي، حضرتك بتقدمي اقرار ضريبي، احنا افراد اسمنا افراد. نقدمه لغايه 31 مارس. الشركات كلها
تقدم لغايه 30 ابريل. حلو. تمام؟ دول الميعادين اللي احنا بنقدم فيهم الاقرار الضريبي. طب ينفع تقدم بعد الميعاد ده؟ اه ينفع. في غرامات؟ في غرامه. يعني من حقك يعني تاخد 60 يوم من لو انت فرض 60 يوم يبقى يخلص 30/4 30/5 وفي الشركات 30/6 بس بغرامه. الغرامه من 3000 لغايه 50000. طب هل قيمه الضريبه بتختلف من انواع الشركات؟ تمام حاضر. اكمل بس حته الغرامه وارجع لك تاني. طيب ماشي. لو انت عديت ال 60 يوم وما قدمتيش الاقرار الضريبي بتاعك بعد الفتره اللي احنا اتفقنا عليها ال 31 مارس او ال 30 ابريل بالنسبه للشركات يعتبر تهرب؟ لا 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 مفيش تهرب ان شاء الله، لانك انت معاكي بطاقه ضريبيه ما قدمتيش بقى الاقرار الضريبي. تمام. هنا الغرامه بتزيد، فما يعني الحد الادنى هنا بيبقى 50000. شوفي في ال 60 يوم الاولى كان الحد الادنى 3000. هنا بقى بعد ما يعدوا ال 60 يوم 60000 كغرامه 50000 الحد الادنى. يعني يوم ما يعني يوم ما تبداي تتعاملي مع مصلحه الضرايب تتعاملي بدايتك 50000 جنيه. فاحنا بنقول للناس احنا عندنا مساحه كويسه، ما ارجوك ما تحاولش تنسى او يعني تتلخبط. ودلوقتي كمان الاقرار بيتقدم على الكمبيوتر على الانترنت، يعني تدخلي على الانترنت، يعني مش بتروحي تجيب الاستماره. احنا السنين اللي فاتت كنا بنجيب الاستماره وتتملي وتروحي تاني يوم تقدميها مشاوير كتير فعلا. وطابور كان في طوابير فعلا. وكانت المصلحه بتفتح يمكن لغايه 10 مساء واكتر. دلوقتي كل مواطن المفروض ليه زي صفحه، ليك صفحه صحيح. وبتدخل على الانترنت وبتدخل، بس ما تجيش يوم 30 مارس كالافراد وتقول لي اصل الانترنت مهنج. اكيد يعني اكيد الزحمه هتوصله ان كده. يعني انت ابدا من دلوقتي. انت دلوقتي تقدر تكون حصرت كل السنه اللي فاتت خالص وعرفت مصاريفك وايراداتك وارباحك، وتبدا تقدر تعمل الاقرار الضريبي بتاعك دلوقتي. حلو قوي. طيب استاذ احمد، مين ملزم ان هو يدفع ضرائب؟ حاضر. ومين لا؟ تمام. مفيش حد مش ملزم يدفع ضرائب طالما بيشتغل. احنا عندنا حضرتك في ضرائب المهنيين كلهم ملزمين يدفعوا. المهنيين دول بقى من اول الدكتور، المحامي، المهندس، الصنايعي، لكل مهني وكل حرفه ليه. جميع المشاريع التجاريه تدفع. جميع المشاريع الصناعيه تدفع ضرائب. كل دول اسمهم ملزمين انهم يدفعوا ضرائب. دول بيدفعوا. طب الموظف الحكومه كده كده الضرائب بتتخصم منه. تمام. موظف القطاع الخاص، حضرتك في شركه القطاع الخاص ما انت بتدفع جزء من ضريبه على فكره. شغلك بيعمل لك ضريبه وبيدفعها لك وبيخصمها من عليك. تمام. انت طب تقول لي ايه؟ طب انا موظف في شركه والشركه بتدفع لي، اقدم اقرار ضريبي ولا ما اقدمش؟ انت عندك ايه تقدم؟ طب الشركه مثال. بتقدم. لا بتقدم بالنيابه عني لانه هي بتخصم مني نسبه الضريبه اللي صح. بتقدمها. ده كلام كويس. طب حضرتك عندك شقه وبتاجريها، ليك انك تقدمي هنا اقرار ضريبي عن الثروه العقاريه. دي الحاجات الخاصه بيا. ما هو فما نقدرش بقى نقول ايه كل واحد موظف في الحكومه او في شركه قطاع خاص، يعني الحكومه بتدفع له او الشركه قطاع خاص بتدفع. لا، ما انا ممكن يكون عندي نشاط فاضطر اقدم. انا بقى عندي شقه او اتنين باجرهم. دي اسمها دي ضريبه ثروه عقاريه. مش ضريبه تصرفات ولا عوايد. الضريبه العقاريه. تمام. احنا عندنا ثلاث انواع. طب احنا هنتكلم عنهم بس بعد ما ناخد استاذ مغربي. يعني معانا تليفون. الخط قطع. الو. طيب هو التليفون فصل. نرجع طيب. تاني لانواع الضرائب. في لخبطه بتحصل ما بين حاجه اسمها ضريبه التصرفات العقاريه. دي الضريبه لما تيجي تبيعي وحده. خلاص دي متفقين عليها اللي هي 2.5% عشان الناس بس ما تتلخبطش. تمام. والضرائب العقاريه اللي هي زمان كنا بنقول عليها العوايد. دي اللي هي خلاص الدوله حددت ان الوحده دي بتدفع عليها سنويا 200 جنيه 300 جنيه. دي اسمها ضريبة تصرفات عقارية. واللي منها جزء عشان برضو الناس ما تتلخبطش، اللي هو ساكن في مسكن خاص ما بيزيدش عن
ال 2 مليون اللي احنا بنقول عليهم بقى بتعريفنا احنا 24000 جنيه عائد العائد بتاعهم الاستثماري الايجاري الشهري بتاعهم، فما بيدفعش عنهم، بيدفع في مزاد. يعني انت لو ساكنه حضرتك في بيت يساوي 3 مليون جنيه هتعفي من الاول 2 وتدفع عن المليون اللي باقي. اوكي، هتقولي لي اصل هو بتاعي بيتي وانا هو ده المسكن الخاص، ما انت مسكنك الخاص ليه حدود اللي هو ممكن اكون يعني ورثاه يعني ومعيش ان انا ادفع الضريبه. لا، ما هي دي ضريبه اسمها ضريبه العوائد او الضرايب العقاريه. تمام، هذه الضريبه انت معفاه منها اذا كان مسكنك الخاص، والاعفاء دي ليكي ولزوجك واولادك القصر. يعني ما ينفعش واحده تقول ده بتاعي وده بتاع زوجي، يعني زوجي ليه شقه لا، انتوا كاسره كامله قاعدين فيه، مش شرط. انت ما تملكيش غير المسكن ده. تمام، انت ممكن تبقي قاعده في شقه ايجار، لكن مسكنك الخاص انت وزوجك واللي بتاخدي عليه الاعفاء هو ده. تمام، فده ضريبه التصرفات او الضريبه العقاريه غير التصرفات العقاريه. ضريبه الثروه العقاريه اللي هي ايه؟ حضرتك عندك شقه بتأجرها، بتجيب لك ايراد، الايراد ده بتدفع عنه ضريبه. بتدفعه ازاي الضريبه دي برضو؟ ما ممكن يكون كل حياتك، ودي حته انا عايز ادوس عليها السبب، لان اغلب الشعب المصري بيستثمر في العقار، فتلاقيه مثلا داخله دخل وعنده شقه بيأجرها وهو وعايش كده ما بين مرتبه والايجار اللي بتجيبه له الشقه. طب يعمل الاقرار الضريبي ده ازاي؟ هيجي مثلا الشقه دي بتجيب له 5000 جنيه في الشهر، يضرب 5 في 12 ب 60، يشيل 30000 جنيه منهم المصاريف ويبدا يدفع على ال 30 الباقيين الضريبه. على فكره الارقام مش بتبقى كبيره، يعني الارقام لانه هذا الشخص بياخد شرايح ليه من طبعا ليه حد الاعفاء بتاعه 15000 جنيه، غير ان هو بياخد في عمله 9000 جنيه بيعفى منهم. تمام، او 15000 جنيه معفيين من 15 ل 30 بيدفع عليهم 2.5%. فتخيل حضرتك انت لو كل اللي انت بتتكلم عنه 2.5% من 15000 جنيه رقم مش كبير خالص. تمام، فادفعه عشان ما تبقاش متهرب وما يحصلش مشكله، يعني تدفع اضعاف بعد كده. طب كنت لسه عايز اسال حضرتك استاذ احمد، بالنسبه للتهرب الضريبي، يعني امتى يتقال على الشخص ده اتهرب ضريبيا من الدفع الضرائب؟ حالات كتير طبعا، منها حضرتك عامل نشاط ومش عامله بطاقه ضريبيه، بتشتغل بدون ورق، محدش عارفك. شغال، يعني في ناس كتير جدا شغالين على الانترنت وشغالين بدون ورق وبيبيع وبيشتري. حضرتك ممكن تكون مطالب بطريقه تاني، تكون حضرتك عامل بطاقه ضريبيه ومقدم اقرارات غلط. ده اللي كنت لسه عايز اسال حضرتك عليه، ان في ناس بتتحايل على الضرايب، يعني ممكن يكون دخله مبلغ كبير جدا وهو يطلع مصاريف معينه وانه ما بيكسبش وانه في بيشتري كذا وكذا وكذا وفي هالك ومش عارفه التفاصيل كده ليه علاقه بالشركات، وفي الاخر يدفع قيمه ضعيفه جدا حسب الاقرار اللي شوفي قدمه. اليومين دول الدنيا بدات تتمسك قوي، يعني كان زمان ممكن اللي حضرتك بتقوليه ده بيحصل، لكن دلوقتي الدنيا بدات تتمسك قوي في الحته دي. تمام، في حته ان هو يعرف يزوغ زي ما بنقول من الضرايب. ولكن عايز اقول لك على حاجه، انت النهارده لما بتيجي تقدمي التهرب مش معناه انا ممكن يكون فعلا مصاريفي كتير بس ما معيش فواتير تثبتهم، ده مش معمول تهرب. لكن انا ما بص... التهرب ان ايه؟ ان انا قدمت الاقرار الضريبي السنه دي وفي ايراد كبير ما ضفتوش ليه، يعني جيت أيوة قلت أنا بتكلم فيه غير المصروف. المصروف انا ممكن اقول ان انا صرفت اكتر وما جاليش، هو بيقول ده الحجه او ده المبرر. لا، أنا صرفت اكتر ما الدخل جالي. اصل انت عندك المصروف ده برضو، يعني بتوع الضرايب شطار، مش يعني يعني فاهمين قوي. انت عندك حاجه اسمها انت معاك مستندات او دفاتر ولا يعني منظمه ماسكه دفاتر منتظمه ولا لا، يعني مؤيده كل كلامك؟ لو كلامك مؤيد بمستندات المقبول الضريبه هتعتمدها لك. لكن انت جاي تقول لي ايه، اصل انا بجيب مثلا على سبيل المثال شاي وقهوه في الشهر ب 15000 جنيه، مفيش حاجه اسمها كده مثلا لو انت كيان صغير. لكن لو جايبه ما يثبت فواتير بتدعم ده وكيانك يستحمل ده كده، فهي مش بالكلام، هي انك ازاي تقدري تثبتي مستنديا اوراقك
اللي بتقدميها. ولكن الضرب اللي احنا قصدنا عليه او بنتكلم عليه ايه؟ ان حضرتك مثلا تقولي ايه، انا دخل لي السنه دي 200,000 جنيه وهو يكون دخل لك مثلا مليون. مثلا 300,000 وفي 100 اخفتيهم ما دخلتيهمش اصلا في الايراد، احنا لسه ما دخلناش المصروف كده، ويثبتوا لدى اي ماموريه فحص ان داخل لك الفلوس دي، فانت كده انت كده بتتهرب. انت كده بتدخلي في الـ في الـ في الغلطه الكبيره اللي احنا ما نتمناش حد يدخل فيها، عشان التهرب شويه بيبقى يعني ايده تقيله على المواطن على الممول. طيب استاذ احمد دلوقتي معنى كده ان الفاتوره اللي احنا بناخدها من اي مكان سواء بنشتري اي حاجه دي هتبقى مهمه للضرايب، ولا اصل انا واحد من الناس مثلا مش كل فاتوره بمسكها بشيلها او بحتفظ بيها، فهل الفواتير دي ممكن تكون مهمه للضرايب ولا لا؟ في حاجات كتير طبعا مهمه، يعني ادي حضرتك مثال، حضرتك بتاسس شركه فروحت حضرتك النهارده جبت مستلزمات للانتاج بتاعك بامور، ما انت لازم دي امال هو النهارده لما يجي يفحصك مامور الضرايب يقول لك ايه؟ يقول لك انت 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 صارف على المنتج ده 10 جنيه لانك جايب خامات ب 9 جنيه، ادي فواتيرهم. فانت كده انت كده بتريح نفسك. لكن لما تيجي تقول له ايه؟ اصل خامات المج ده ب 10 ب 9 جنيه، طب فين اللي يؤكد كلامك ده؟ مفيش. فانت لازم تجيب ما يدعم كلامك لان مصروفك ده مهم. اديك مثال مهم حضرتك برضو فتحته، انا مثلا مؤسس شركه، الشركه دي مقر الشركه ايجاره 10,000 جنيه، تلاقي واحد مأجر لواحد وقايل له ايه؟ اكتب لي في عقد الايجار 5,000. طب ما انت لو قلت لي 5,000 جنيه هدفع لك في الحقيقه 10، اللي ثابت في 60,000 جنيه اخر السنه مش هيظهروا، وبالتالي هيتحولوا من مصروف عندك لايراد تدفع عليه. فكل حاجه انت هتعرف تثبتها من ايرادك او ومن مصروفك اثبتها. طيب خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني لحضرتك نكمل كلامنا عن الضرايب. كل نجاح ولي قصة، بس دي مش مجرد قصة نجاح، دي حكاية طويلة بتتحكي من سنين ولسه مكملة. الحكاية مش حكاية كم أرض اتبنت ولا كم مبنى اتجهز، دي حكاية ناس من أول خطوة كانوا واثقين في نجاحهم، حكاية أبطال ما بتنامش عشان تنتج أكتر من 200,000 متر مربع سيراميك. حكايتنا هي حكاية كل ركن في مصر، كل بيت، مدرسة، جامعة، حكاية ناس ذاكرت واشتغلت، حكاية ناس غيروا مفهوم تصنيع السيراميك في مصر عشان تقدم لك أكتر من مليون تصميم بتكنولوجيا تصنيع بمعايير عالمية. سيراميكا كليوباترا، حكاية كل ركن في مصر. المستشار احمد فوزي حجازي وبيكلمنا النهارده عن الاقرار الضريبي. طيب نرجع تاني لسؤالي، هو انه هل القيمه الضريبيه بتختلف حسب انواع الشركات ولا هي ضريبه واحده؟ لا يعني شوفي، يعني بنسبه 90% ضريبه واحده. هنقولها ازاي؟ جميع الشركات بتفرض عليها نسبه واحده ضريبه باستثناء المنشاه الفرديه. يعني المنشاه الفرديه ده نشاط فردي، ده بيشرح يعني ايه يشرح، يعني ما ملهوش النسبه دي. كل الشركات، شركه التضامن، شركه التوصيه البسيطه، شركه المسؤوليه المحدوده، شركه المساهمه، دي شركات اموال، واللي قلناهم دول شركات اشخاص. شركات الاموال او شركات الاشخاص الشخصيه الاعتباريه كلها من اول جنيه بيتصرف بيتحسب عليها 22.5% ضريبه. تمام.
حتى شركة الشخص الواحد اللي القانون طلعها جديدة. كان في عندنا ما كانش عندنا شركة اسمها الشخص الواحد، كان عندنا اسمها حاجة اسمها المنشأة الفردية. القانون طلع حاجة اسمها شركة الشخص الواحد، عشان كانت المنشأة الفردية زمان ما كنتيش لو انت عاملة شركة لنفسك بس انت الوحيدة اللي فيها، تمام، كان اسمها منشأة فردية. كانت دي الشركة دي لو عايزة تتوسعي وتندمجي وتدخلي في شركة او شراكة تاني او تدخلي، ما كانش ينفع. فالقانون يعني خرج الموضوع ده مؤخرا بتعديل تشريعي، وعمل حاجة اسمها شركة الشخص الواحد. شركة الشخص الواحد دي برضو يطبق عليها 12.5%. طب الوحيدة اللي ما يطبقش، آسف، 22.5%، الوحيدة اللي هي تدخل شرايح اللي هي المنشأة الفردية، اللي هو حضرتك لوحدك عملتي نشاط لوحدك. عايزة تعملي نشاط لوحدك، طيب ايه اللي هتستفيدي؟ زي ما اتفقنا من 0 ل 15,000 معفية خالص. من 15,000 ل 30,000 تدفع 2.5%. من 30,000 ل 45,000 تدفعي 10%. من 45,000 ل 60,000 تدفعي 15%. من 60,000 ل 200,000 هتدفعي 20%. من 20,000 لما فوق 22.5%. فبتستفادي برضو في المنشأة الفردية شرايح ظريفة جدا. انت اي حاجه غير المنشاه الفرديه بنبدا على طول ب 22.5%. حلوه قوي. استاذ احمد، والله كلامك دايما حلو، الله يخليك، وبتنور عقولنا، الله يعزك، ويعني بتدينا كده، انا ببقى طالع كده ايه، منبهج من المعلومات. الله يعزك. فقرتنا دلوقتي خلصت، وكمان حلقتنا خلصت. نستناكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد في انبوكس.